تنضم إلينا الآن من رام الله ولاء السلامين مراسلتنا. ولاء، ماذا في المعلومات المتاحة التي جرى تحديثها مؤخرا؟ أهلا بكم. يعني في البداية نتحدث عن هذا الحدث الذي حدث في مستوطنة كدومين عندما أطلق شاب فلسطيني النار باتجاه حارس أمن المستوطنة ومستوطن آخر. حارس أمن المستوطنة هو من لواء جفعاتي، وهو ما أعلن عن مقتله بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، وهو من لواء جفعاتي. نتحدث أيضا عن بعد ذلك عرفت هوية المنفذ وهو أحمد ياسين غضان من بلدة القبيبة. قامت قوات الاحتلال بعد ذلك باقتحام بلدة القبيبة وهي غرب رام الله، واعتلت أسطح المنازل ونشرت القناصة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في محيط منزل أحمد ياسين غضان من بلدة القبيبة، وأدى ذلك إلى إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين من بلدة القبيبة غرب رام الله. نتحدث أيضا في حدث آخر خلال هذه اللحظات، مهاجمة المصطفين للمركبات الفلسطينية سواء في حوارة وأيضا غيرها من البلدات الفلسطينية. نتحدث أيضا عن عند الحاجز العسكري والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، قامت المستوطنين بضرب الحجارة على السيارات الفلسطينيين التي تمر من هذا الطريق. كما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريش أنه سيسرع الاستيطان أو خطة البناء الجديدة. وهذه المستوطنة ولا هي التي يقطنها أصلا وزير المالية نفسه؟ نعم، وزير المالية سموتريش كان أو يقطن هذه المستوطنة. لا نعرف أنا إذا ما كانت هناك رسالة من كتائب القسام التي تبنت هذه العملية بوجود مثل هكذا عملية في محيط هذه المستوطنة، مستوطنة كدومين. ونتحدث أيضا عن خلال هذه اللحظات قامت قوات الاحتلال بإعاقة عمل الصحفيين في بلدة القبيبة غرب رام الله، وحاولت استخدامهم كدروع بشرية أمام المواجهات في هذا المكان. أيضا نتحدث عن مهاجمة المستوطنين لمركبة إسعاف بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.